دول ذات الدخل المتوسط، وكيفاش الأمم المتحدة يمكن لها تساهم في تطويرها حضورها، رغم الأجندة ورغم الوضع الدولي كانت فيه إشارة قوية أولا لالتقاط الأمم المتحدة في دور المغرب في هذا المجال هذا، وكذلك للأهمية اللي كتعطيها الأمم المتحدة لهذا الموضوع ديال الدول ذات الدخل المتوسط. وبالتالي فالنقاش كان بالدرجة الأولى على كيفية إنجاح هذا الاجتماع وكيفية تطوير التعاون في إطار الأمم المتحدة بين الدول ذات الدخل المتوسط. دابا على دي مستورة ثلاثة ديال النقاط يمكن خصنا نأكد عليها. النقطة الأولى، لا مع دي مستورة ولا مع الأمم المتحدة ومع الجميع، المغرب عنده ثلاثة العناصر اللي ما كي غير خاضعة للنقاش للتفاوض للتلاعب للشيء. أولا الأطراف المعنية بالنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء المغربية معروفة، محددها مجلس الأمن ومحددها الواقع، وبالتالي حتى واحد ما يقدر يقيس أو لا يمس بهذا الأعضاء أو الأطراف المعنية الحقيقية المعنية بالنزاع، وكل مس بها فهذا مس بخط أحمر. ثانيا آلية ديال الاشتغال لحل هذا النزاع المفتعل، مجلس الأمن الأمم المتحدة أكدوا على الموائد المستديرة كإطار واحد، هذا بالنسبة للمغرب كذلك مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش للتفاوض. النقطة الثالثة اللي هي النتيجة ديال هذا المسار بالنسبة للمغرب، الأمور واضحة بالنسبة للمجموعة الدولية، الأمور واضحة ما يمكن لها تكون إلا في إطار مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبالتالي هذه ما خضع على النقاش للتفاوض لا مع الأمم المتحدة لا مع الأمين العام لا مع أي طرف آخر. فهذه العناصر الثلاثة هي المحدد الأساسي للعمل ديال المغرب والتفاعل ديال المغرب مع الأمم المتحدة مع الأطراف الدولية مع المبعوث الشخصي كيف ما كان. وطالما هذه النقاط هذه ما كتقاش فالمغرب منخرط في هذا المجال، إلا تقاست المغرب كياخذ المسؤولية دياله. وبالتالي هذه هي النقاط الثلاثة، أطراف النزاع، آلية الموائد المستديرة كإطار للتعامل وسط النزاع، والحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية المملكة كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار الأمم المتحدة. النقطة الثانية هي أن المغرب كان دائما مع كاع المبعوثين الدائمين كيأكد على أن الشفافية والتشاور والتنسيق هما سبل النجاح. اللي بغى ينجح كيشتغل بهم، والمغرب معاه، ملي ما كيكونوش المغرب كينبه والمغرب كياخذ الإجراءات المناسبة. ولكن بحال قلت كاين خطوط حمراء، ولكن كاين مبادئ للتعامل اللي المغرب كيأكد عليها دائما، الشفافية التشاور والتنسيق، هذه هي المعايير ديال النجاح في أي مبعوث أممي بما فيها ستيفان دي ميستورا. فهو المغرب من البداية كيقول له هذه هما الأسس ديال التعامل، والمغرب غيبقى ديما يتعامل معاه من هذا المنطلق. هناك نقاط حمراء أو خطوط حمراء اللي هي الثلاثة اللي هدرت عليها، هناك آليات للتعامل يجب التأكيد عليها وغينبه لها المغرب كل ما كان ابتعد عليها. النقطة الثالثة هي أنا قلتها من قبل ونعود نأكدها، ما نعطيوش لجنوب إفريقيا أكثر من الحجم اللي عندها. جنوب إفريقيا هذه 20 عام باش خدات واحد الموقف سلبي في 2004. شنو وقع من 2004 الآن؟ 27 دولة سحبات الاعتراف رغم التحرك رغم المواقف رغم هادشي كاع ديال جنوب إفريقيا. نص الأعضاء ديال الصادق اللي هي المجموعة اللي ديال جنوب إفريقيا اللي هي دول ديال جنوب إفريقيا، نص فيها سحبات الاعتراف منذ اعتراف جنوب إفريقيا.
والثلث اليوم عنده قنصليه في الداخله ولا في العيون، هذه جنوب افريقيا. باش ما زعما الممثل الشخصي يمشي للمريخ يمشي لهذا، نفس التعامل ما زعما ما كنعطي جنوب افريقيا ما عندهاش الاهليه، ولكن ما عندهاش القدره على انها تاثر. تكون اثرات كانت تاثر في من 2004 وكانت تاثر في المحيط ديالها. جنوب افريقيا كانت على الاقل 3 مرات عضو غير دائم في مجلس الامن منذ اعترافها بالكيان الوهمي. اضطرت انها ما تقدر توقف حتى قرار من قرارات مجلس الامن، وكلها قرارات اللي مشات في اطار دعم مبادره الحكم الذاتي، تحديد الاطراف النزاع وتاكيد الموائد المستديره. تكون جنوب افريقيا عندها القدره كانت تمنع ملي كانت عضو غير دائم. جنوب افريقيا حاولت انها تمنع المغرب يرجع للاتحاد الافريقي وتحركات، وهذا المغرب هذه السنه السادسه ديالو في الاتحاد الافريقي. تكون كان جنوب افريقيا عندها القدره كره قدرات دير هادشي. جنوب افريقيا حاولت وصل الاتحاد الافريقي انها تكون دائما باش المغرب ما يدخلش لمجلس الامن والسلم. المغرب منين رجع هذه 6 سنين يمكن هذا العام ديالو الخامس في مجلس الامن والسلم للاتحاد الافريقي، بالرغم من معارضه جنوب افريقيا المغرب كيتراسوا هذا الشهر هذا. تكون جنوب افريقيا عندها شي تاثير كره قدرات تاثر وسط الاتحاد الافريقي. هذه اسبوعين كانت في التصويت في مجلس حقوق الانسان مع جنوب افريقيا بالضبط، وكانت النتيجه بين 30 صوت للمغرب 17 لجنوب افريقيا، 10 الاصوات افريقيه للمغرب 3 لجنوب افريقيا. وبالتالي زعما جنوب افريقيا بكاع داك لاجيتاسيون ديالها وداك البهرجه راه ما كتاثرش في الملف، ما عمرها اثرت فيه وما عمرها غتقدر تاثر فيه، لان باش ما نعطيوهاش حجم اكثر من اللي عندها. حنا لما كنهضروا على الشفافيه والتنسيق والتشاور قلت لك انا كنمشي سواء تعلق الامر بالمريخ ولا بالدوله في الباسيفيك ولا دوله، نفس الامر. جنوب افريقيا لا 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 تاثير لها ولا وزن لها في هذا الملف، ما عمره غيكون عندها، لان تكون كان عندها قلت لك انا شي 20 عام والنتيجه راهي واضحه اليوم. جنوب افريقيا فاعل هامشي في قضية الصحراء المغربية وغيبقى، بينما الدينامية هي الدينامية اللي كنعرفوا اليوم، اللي هي تزايد سحب الاعترافات، تزايد الاعتراف بمغربية الصحراء، وتزايد دعم لمبادرة الحكم الذاتي. هذا هو الحقيقة وهذا هو الدينامية وهذا هو اللي كيأثر، واللي هي قوى مهمة، قوى اللي عندها مصداقية، 15 عضو داخل الاتحاد الاوروبي، دول فاعله في العالم العربي، في افريقيا، في اسيا وغيرها، اللي خدات هذا الاتجاه. جنوب افريقيا يعني ممكن نقول صوت نشاز وهامشي، وبالتالي فلما كنهضروا على ديميستورا ما نتخيلوش لانه مشى لجنوب افريقيا، ولا جنوب افريقيا اليوم غادي تغير موازين الملف، ما عندهاش الامكانيه وما عندهاش التاثير اللي يمكن لها دير، والا كانت دير شحال هذه. وكل المحطات اللي مر منها الملف كانت فيها جنوب افريقيا 20 قرار خدها مجلس الامن منذ سحبات جنوب اعترفت جنوب افريقيا. شنو التاثير ديالها؟ واش قدرت تغير قرار واحد؟ وقلت لك 6 سنين وهي في مجلس الامن ما قدرتش تغير فصيله في الاتحاد الافريقي. المغرب معها دابا هذه 6 سنين ما قدرت تمنع ولا شيء، حتى قرار نواكشوط والموقف البناء ديال الاتحاد الافريقي بان الملف عند الامم المتحده، جنوب افريقيا ما قدرتش منعه وغاديين فيه. تراسات جنوب افريقيا هذه 3 سنين الاتحاد الافريقي ما قدرتش تجمع الترويكا ولا مره واحده. هذه هي الحقيقه. وبالتالي فالمغرب كيهضر على مبادئ، كيهضر على خطوط حمراء، بلا ما نعطيوش لبعض الدول اكثر من الحجم ديالها. مرحبا، عفاف بوشيخي مراسلة تلفزيون المشهد في المغرب. ربما في جزء من الجواب ديالكم سيد الوزير تكلمتي على نجاح الدبلوماسية المغربية والحراك الدبلوماسي طبعا اللي أدى لتزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء وفق الرؤية الملكية اللي دائما كتوضع طبعا المغرب في أو كتجعله فاعل
هام في مجموعة من المجالات خاصة إقليميا، ربما اليوم احتضان هذا المؤتمر الوزاري الهام هو جزء من هذه الرؤية. هذه ماذا عن أجندة العام 2024 وأخص بالذكر طبعا الأجندة الدبلوماسية؟ حين قلت هذه الدبلوماسية المغربية كتمشي وفق رؤية واضحة لوضعها جلالة الملك، والدبلوماسية المغربية كتحرك في إطار تعليمات جلالة الملك والمصداقية اللي كيعطيها جلالة الملك لهذا التحرك، سواء من خلال دور ووزن جلالة الملك على المستوى الإقليمي والدولي، أو من خلال كل المشاريع والأوراش والإصلاحات اللي كيقوم بها جلالة الملك على المستوى الداخلي، واللي كتعطي للمغرب هذيك القوة باش يتوقع على المستوى الدولي. وبالتالي يعني كل ما كتحقق الدبلوماسية المغربية هو في إطار هذه التوجيهات، وهو الملكية السامية، وهو كذلك في إطار يعني الاستفادة من هذا الزخم للأوراش والإصلاحات وديال المشاريع الوطنية ولكن الإقليمية. وما نساوش يعني غير في هذه الأسابيع الأخيرة جلالة الملك أطلق مبادرة عامة ديال الدول الأطلسية المتعلقة بربط الساحل بالمحيط الأطلسي، وغيرها اللي هي من المبادرات المهمة واللي غتغير وجه القارة الإفريقية في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى أنبوب الغاز. المغرب اليوم كيترأس ثلاثة ديال الأجهزة مهمة في ثلاثة المجالات الجغرافية مهمة. المغرب كيترأس مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. المغرب كيترأس مجلس الأمن والسلم داخل الاتحاد الإفريقي. والمغرب كيترأس مجلس حقوق الإنسان على المستوى الدولي. وهذه كلها فضاءات جد مهمة بالنظر إلى الأجندة الدولية الحالية. كنعرفوا ما كيعيشوا العالم العربي والأزمات اللي فيه، وبالتالي رئاسة المغرب لمجلس الجامعة على مستوى الوزاري مهم، لأن يمكن ما كتشوفوش هذه الاجتماعات على مستوى المندوبية راها دائمة للتنسيق لاتخاذ مواقف وغيرها. ثانيا على مستوى الاتحاد الافريقي، المغرب يرأس في شهر فبراير مجلس الامن والسلم، وغي يكون مكلف بانه يقدم تقرير حول الامن والسلم في افريقيا خلال القمة المقبلة للاتحاد الافريقي. المغرب كذلك في اطار رئاسة مجلس الامن والسلم غادي يعقد واحد الاجتماع وزاري في نهاية هذا الشهر حول الربط الكونيكتيفيتي والامن والسلم داخل القاره الافريقيه. والمغرب كذلك غادي يترأس مجموعه من الاجتماعات اللي متعلقه بعض الازمات اللي كتعرفها القاره الافريقيه طيله رئاسته في شهر فبراير، وكتجي هذه الرئاسه في واحد الوقت اللي كتمر من القاره الافريقيه بتحديات عامه، وكيجي في الوقت اللي كتعقد فيه الاتحاد الافريقي القمه ديالو خلال ما بين 16 و 18 من هذا الشهر هذا، واللي المغرب غيكون عنده دور كبير من منطلق المبادئ اللي كتحدد السياسة الإفريقية اللي وضعها جلالة الملك محمد السادس. والمغرب كيرأس كذلك مجلس حقوق الإنسان، هذه بدات الرئاسة ديالو هذه السنة لمدة 12 شهر، واللي المغرب لا من حيث المقاربة ولا من حيث المضمون غيحاول أنه يكون عنده واحد طابع خاص للرئاسة دياله. من حيث المقاربة المغرب غادي يعتمد بزاف على الحوار، غيعتمد بزاف على تقريب وجهات النظر باش حقوق الإنسان تكون كتجمع المجموعة الدولية ماشي كتفرق منها، بأن القيم ديال حقوق الإنسان تكون واحد الرابط بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ماشي واحد العنصر ديال التنافر وديال التنازع. من حيث المضمون المغرب غادي يحاول أنه ياخذ مجموعة من المبادرات، سواء من خلال اجتماعات خاصة أو من خلال دعوة ميكانيزمات وآليات مجلس حقوق الإنسان، لأولا البحث في لو ستاتيو، في الوضع ديال مجلس حقوق الإنسان، علاقته مع الأجهزة الأخرى للأمم المتحدة، وكيفاش أن حان الوقت
باش يكون هناك تفكير حول تفعيل بجدية حقوق الإنسان والعلاقة اللي بينه وما بين مختلف الأجهزة الأمم المتحدة. كاين كذلك النقاشات حول بعض القضايا اللي عندها راهنية على مستوى حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالتكنولوجيات المعلومات وغيرها وتأثيرها على حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بالتوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق السياسية وغيرها. فالمغرب غادي غتكون ماشي رئاسة شكلية، غتكون رئاسة بمضمون ورئاسة اللي فيها مجموعة ديال المبادرات اللي غادي يعلن عليها المغرب قريبا. شكرا.